فقرة طقس الغد وتوقعات الطقس ليوم غد غير اليوم. احنا بلشنا بطقس اليوم ولكن راح نحكي عن طقس الغد. راح ننتقل عن على طقس بكرة مع زميلنا وائل حكيم. خليكم معنا راح نرجع نكمل معاكم مشاهدين الأعزاء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم سادت أجواء باردة وماطرة في عموم مناطق المملكة نتيجة لتأثر المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على من الدرجة الثالثة. ترافق هذا المنخفض الجوي بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، عملت عن انخفاض كبير في درجات الحرارة. الأمطار هطلت في أغلب مناطق المملكة الشمالية الوسطى والجنوبية شملت حتى مدينة العقبة، وكانت هذه الهطولات المطرية عبارة عن زخات ثلجية فوق القمم الجبلية العالية التي يزيد علوها عن 1200 متر. انخفض هذا الارتفاع لفترات وجيزة خلال ساعات نهار اليوم. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء شديدة البرودة، لكن يبتعد هذا المنخفض الجوي، تستقر الأجواء وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ويتشكل الجليد في العديد من المناطق. درجتين فقط متوقعة في العاصمة عمان الملموسة، صفر الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. توقعات الجوية اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، يبتعد المنخفض الجوي تستقر الأجواء، لكن تبقى الكتلة الهوائية الباردة القطبية متمركزة فوق المملكة. أجواء باردة وشديدة البرودة خاصة خلال ساعات الليل، المفرق 8 إلى درجة واحدة فقط، إربد 9 إلى 3، نفس الحرارة في جرش وعجلون 7 إلى 3 درجات مئوية. المنطقة الوسطى أيضا أجواء مستقرة لكن باردة بشكل لافت، الزرقاء 10 إلى 1، العاصمة عمان 7 إلى 1، البلقاء 7 إلى 3، مأدبة 9 إلى 2، والبحر الميت 16 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 8 إلى 2، طفيلة 6 إلى 3، الشوبك 6 إلى 1، معان 10 إلى 0، والعقبة 20 إلى 13 درجة مئوية مع طقس مشمس. أخيرا على المنطقة الشرقية الأزرق 11 إلى 1، الصفاوي 10 إلى درجتين تحت الصفر، والرويشد 9 إلى درجة واحدة تحت الصفر. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.